طيب خلينا اقول بقى سؤال الحلقه النهارده وهشتاج البرنامج. السؤال بنقول مثلا: ما رايك في اقامه مباراه دور نصف النهائي في دوري الابطال من مباراتين ماتشين؟ خلاص النهارده الاتحاد الافريقي كمان اعلن عن مواعيد الماتشين دول. انتوا رايكم ايه في المباراتين؟ هيبقوا مباراتين بدل هي مباراه واحده؟ هل ده انسب بالنسبه مثلا للنادي الاهلي بالنسبه للبطوله، ولا راي حضراتكم ايه؟ هنتفاعل معاكم وهنشوف كمان ردود افعالكم على مدار حلقه اليوم. كمان الهاشتاج ممكن تبعتوا لنا خلال هاشتاج الاهلي هو الترند، وتقولوا كمان اللي انتوا نفسكم فيه واي استفسار حابين توجهوه للبرنامج.